صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل بلغ من العمر 70 سنة ويقول إنه لما كان في صغره كان يسرق بعض الحواشي فكانت تموت عنده وباع. نعم نعم. يقول صلى الله عليكم أنه كان يسرق بعض الحواشي، يعني صغار الإبل ها. إيه. يقول فكانت تموت عنده وباع بعضها وهو الآن تائب، فما الحكم؟ هل التوبة تكفي أم يلزمه الضمان وهو الآن لا يعرف أصحابها؟ هذه حقوق مخلوقين ما يكفي فيها التوبة، لابد من أدائها إلى أهلها، فإن كان يعرفهم أو يعرف ورثتهم إن كانوا ميتين فإنه يدفع قيم هذه الإبل الصغار إلى أصحابها أو ورثتهم إلا إن سامحوه عنها. أما إذا كان لا يعرفهم ولا يمكن أن يتوصل إليهم فإنه يتصدق بثمنها على نية أن الأجر لأصحابها. نعم.